هذا ومنذ بداية الصراع في ليبيا انتهجت مصر سياسة اعتمدت على الحوار وتوحيد الصف الليبي في مواجهة الإرهاب، وطالبت في مجلس الأمن بتمكين الجيش الليبي عبر تسليحه لمواجهة تنامي هذا الخطر ومنع تحول ليبيا إلى دولة جاذبة للعناصر الإرهابية. وخلال الأشهر الأخيرة كان هناك تنسيق مصري ليبي لضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين والسلاح. حفاظا على العمق الاستراتيجي لمصر وصيانة سيادة البلاد، عملت الدولة المصرية منذ اندلاع الصراع في ليبيا على منع تحولها إلى دولة جاذبة للإرهاب، خاصة في ظل انهيار مؤسساتها الوطنية وانتشار السلاح بعيدا عن يد الدولة واضطراب الوضع السياسي ما بين حكومتين وبرلمانين. وفي هذا السياق لجأت مصر لعدد من التحركات المهمة، شملت الحوار مع ممثل الكيانات الشرعية في ليبيا وفي مقدمتها القوات المسلحة الليبية، والحوار مع شيوخ القبائل الليبية، والعمل على تطوير توافق إقليمي مع دول الجوار الليبي خاصة تونس والجزائر. واستضافت القاهرة العديد من جلسات الحوار الوطني لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإعادة المؤسسات الوطنية الشرعية إلى مسارها الطبيعي. ومع انتشار الإرهاب في ليبيا وسقوط عدد من مدنها في يد جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش والجماعات الإخوانية مثل مجلس شورى مجاهدي درنا وكتائب مصراتة وغيرها، اتخذت مصر موقفا حاسما في مجلس الأمن وطالبت في العديد من المناسبات برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي وتمكينه من أداء دوره في استرداد هيبة الدولة وسيادتها على أراضيها. وفي الأشهر الأخيرة شهد التنسيق المصري الليبي حراكا كبيرا فيما يخص أمن الحدود ومراقبة نشاطات الجماعات الإرهابية سواء بالمناطق الشرقية والجنوبية أو في البحر المتوسط، وذلك لمنع تسلل السلاح إلى الجماعات الإرهابية أو انضمام المزيد من العناصر الإرهابية إليها، ما أسهم بشكل بارز في ترجيح كفة الجيش الوطني الليبي ليسترد منطقة الهلال النفطي ويحكم قبضته على مدينة بنغازي، وأخيرا السيطرة على قاعة تمنهنت الجوية وهي الأهم في الجنوب الليبي. لمصر الجميل الكبير الحقيقة وقفت في مواجهة هؤلاء، خففوا علينا حتى نحن نواجه في هذه المجموعات الإرهابية نعتبره شيء بسيط بما عملت مصر. بذلك يظهر بشكل واضح أن مصر تقوم بدور جوهري في ليبيا على الصعد السياسية والعسكرية وحتى المجتمعية، وهي مساعي تهدف في المقام الأول إلى مكافحة الإرهاب العابر للحدود وحقن دماء الشعب الليبي.